تسمح لي بقى نشوف هاني شاكر وهو من محبيك وهيقول لك حاجة على الشاشة. أنا هاني شاكر أنا كنت في بدايته يعني أنا كنت واقف جنبه في بدايته. نعم. أنا والموجي يعني أنا مش هقول لوحدي الموجي كان معايا أهلا اتنين وأنا كنت ممتلئ بهاني شاكر جدا. واللي بعت لي هاني شاكر للبيت محمد عبد الوهاب كان مأمون الشناوي بيشتغل مستشار عند عاطف منتصر اللي هو صوت الحب ومأمون الشناوي محتاس بهاني شاكر فخده وراح لعبد الوهاب وعبد الوهاب في الزمالك وانا كنت ساكن في الزمالك فراح للاستاذ عبد الوهاب سمعه هاني شاكر عجبه قوي عبد الوهاب اتبسط منه جدا قال له انت مين لحلك قال له انا لحلي محمد الموجي وانا لسه في البدايه يعني قام وشوش مامون الشناوي وقال له اسمع عايز الاسر الطريق محمد سلطان جنبنا هنا في اخر شارع مزهر على الفدا خده وانزل روح لمحمد سلطان وقول له استاذ عبد الوهاب بيقول لك خلي بالك من الصوت ده شوف الاخلاقيات بتاعت الموسيقيين هل ده موجود دلوقتي يعني شوف الموسيقار عبد الوهاب بعت لك الصوت والله هذا حدث ولقيت استاذ عبد الوهاب بيكلم التليفون بيقول لي يا محمد في صوت كويس قوي جابوا لي مأمون الشناوي اسمه هاني شاكر عايزك تسمعه وعايزك تعمل له حاجه حراقه فهمت بقى حاجه حراقه يعني فهمت هو عايز يعمل حاجه حراقه هو عايز اعمل له حاجه الناس تتكلم عنها وخصوصا ان هاني صوته حلو جدا وفي عبد الحليم في الساحه لوحده فعايز حاجه تحرك عبد الحليم تزغزغه عبد الحليم كان عنده ثقة في نفسه لكن حاجة تزغزغه فأنا فهمت عبد الوهاب عايز إيه فكلمت مجدي نجيب قلت له تعالى يا مجدي نكتب أغنية لصوت جديد قلت له أنا عندي مدخل كده فكرة سيبوني أغني سيبوني أحب سيبوني مش عارف أحب. إيه يعني ما تقيدونيش ما تكتفونيش حرام عليكم مش عارف إيه يعني المعنى ده سيبوني أحب بتاعت حضرتك لو أحييك سيبوني على هذا أحب مشتريكي ما تبعيش حكاية كل عاشي لو كنت غالي عليك الهوى جراح حاجات كتير أعملها لها طب تسمح لنا حضرتك نشوف هاني شاكر هيقول لك إيه أنا سعيد إن أنا أكون بشترك بكلمة بسيطة جداً في حلقة الموسيقار الكبير العظيم الأستاذ محمد سلطان وبحيي طبعا صفاء الفنانة الجميلة الإعلامية اللي طلتها منورة دايما على شاشة الـ ARTي وبتسعدنا دايما ببرنامجها ساعة صفا لأن هو الحقيقة فعلا برنامج مميز جدا وخاص جدا وبيطلع من الفنان ضيف الحلقة حاجات كتيرة قوي قوي يمكن إحنا في خلال مشواره الفني ما بنعرفش عنها وما بنركز عليها فالحقيقة يعني كانت هذه التحية واجبة للأستاذ الملحن الكبير العظيم الأستاذ محمد سلطان والفنانة الكبيرة صفاء بقول لهم أهلا وسهلا بيكم في حلقة النهاردة والحقيقة أنا مش عارف الكلام اللي هقوله على الأستاذ سلطان مهما هتكلم مش هوفي حقه يعني أنا عايز أقول هو أخ أكبر مش بس فنان عظيم أنا تعاملت معاه في بداياتي الفنية لكن هو الحقيقة على المستوى الإنساني أنا بعتبره أخويا الكبير بقول له ربنا يخليك لينا وربنا ما يحرمنا منك أبدا ودايما تمتعنا بفنك ودايما تسعدنا بفنك الجميل وحقول له أنت وحشتني يعني أنا فعلا بتمنى أن أنا ألتقي به قريب جدا جدا في عمل فني وأتمنى أن أنا أشوف له أعمال كتيرة على الساحة الفنية لأن حقيقي الأستاذ محمد سلطان مش كلامي هو مش محتاج كلامي ولا محتاج شهادتي لكن هو فعلا قيمة كبيرة فنية بنعتز بيها وبنفخر بيها أن محمد سلطان فنان وملحن كبير مصري عربي له تاريخ فني كبير وبتمنى كمان يعني أنا يمكن تمنياتي ليه النهاردة كتير شوية يهتم أكتر بالأصوات الجديدة إحنا بدل ما نسيب حتة اكتشاف الأصوات الفنية لمخرجين الفيديو كليب ولقنوات الفيديو كليب اللي بتبقى حريصة على الشكل وعلى الرأس وعلى المناظر الغريبة اللي بنشوفها لا إحنا عايزين تاني يعود
عصر الملحن المكتشف، وما فيش أقدر من الأستاذ سلطان أنه يعيد فتح مدرسة اكتشاف الأصوات مرة أخرى. أنا مش عارف طولت عليكم ولا لأ، لكن أنا فعلا سعيد بلقائي بيكم النهاردة، وسعيد بصفاء جدا جدا. أرجو ما كنتش طولت عليكم، وأتمنى أشوف الأستاذ سلطان مرة أخرى. لحن ليا وألحان كتيرة أو المطربين تانين موجودين على الساحة الفنية، وتفتتح مرة أخرى مدرسة اكتشاف الأصوات اللي بيدعمها وبيأيدها وبيكتشف الأصوات فيها الأستاذ الملحن الكبير محمد سلطان. شكرا. تعليق حضرتك بقى على طبعا هاني، فنان رائع صاحب صوت جميل يجنن كلنا بنحبه، ايه تعليق حضرتك؟ انا لسه بقول لك انا بحب صوت هاني شاكر. اه هو من احسن الاصوات طبعا، يعني هو دلوقتي انا في رايي قلتها في اكثر من مناسبه، يعني لما بسال في اي مكان تلفزيونيا او اذاعيا او صحفيا بقول هاني شاكر من احلى اصوات الرجال الموجوده. صحيح. يعني في كل المقاومات الجماليه في صوته، شديد الحساسيه كمان، صوت خامة نادرة، رخامه في الصوت، احساس متدفق، ذكاء في الاداء، شياكه في الاداء، كل ده موجود عنده. انا مش هقول رايي لسه على هاني شاكر، يعني انا وحتى ما اقدرش اقول عنه غير ان هو يعني فنان عظيم. وانا مش متاخر عنه في حاجه اطلاقا، يعني هو حتى يعني زي ما قلت على نادية حته الوفاء فيه برضو، انه دايما متذكر لك انك خدت بايده، وانك في الاول طلعت وقدمته للجمهور، والحاجات دي طبعا دي حته جميله برضو في هاني. ما يهمش انا اللي قدمته ولا الموجي، انا الموجي واحد طبعا، مش مشكله يعني. المهم ان هاني كويس وبس. لكن لازم نقول الحقيقه، يعني هو طلع غنى سيبوني احب في الحفله دي، او الا ما كان الناس سمعوا سيبوني احب منين؟ أيوه. حفله اذاعه وتلفزيون على الهواء، وبعدين سيبوني احب حركت ناس تانية. يعني انا في يوم داخل دار الاذاعه واقف قدام الاسانسير، بعد سيبوني احب لقيت حد يخبطني على كتفي كده، بص لقيت عبد الحليم حافظ. قلت له اهلا يا حليم، وبصنا بعض. قال لي ايه الاغنيه اللي انت عاملها للجديد ده اسمه هاني شاكر؟ قلت له هاني شاكر. قال لي وحد قال له ما يغنيش. انا حسيت هنا بقى ان هاني وصل طبعا. هنا حسيت ان هاني وصل. ابتديت بقى اشتغل مع هاني بقى، عمل علامه يعني. انا بقول اللي حصل يعني بعد كده. هل الموقف ده ممكن يكون اخر تعاملك مع عبد الحليم، يعني خلاك ما اشتغلتش معاه؟ اللي اخر تعاملي مع عبد الحليم حافظ كذا حاجه. اولا فايزه، لانه كنت متفرغ لفايزه ومديها كل حاجه، كل وقتي، كل وقتي لفايزه. هو عايز حد يتفرغ له.